النهاردة هنكتشف أسرار عالم الألوان المائية، هنعرف أنواعها المختلفة والفرق بينها، إزاي تختار الألوان المناسبة، إزاي ممكن لكل نوع يضيف لمسة فنية خاصة بيه. إزيكم يا فنانين؟ عملت بوست كده من فترة بحيث نجمع أكبر عدد من الأسئلة ونعمل حلقة للكيو أن إيه، ولكن جالنا سؤال دسم جدا من علاء المسلماني أو علاء المسلمان مش عارف مين بالظبط، بيقول إيه الفرق بين ألوان الأكريليك وألوان المائية وألوان البوستر؟ بصراحة أحب أشكر على السؤال لأن السؤال مهم جدا جدا جدا، وناس كتير عندها لبس في موضوع ده، وناس كتير ما بتعرفش تفرق بين الألوان، وكان لازم إن احنا نعمل الفيديو ده حلقة كاملة للألوان ونعرف الفرق بينها. بس قبل ما نبدأ انزل اشترك حالا لو انت مش مشترك، علشان 95% من اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة، فلو انت مش مشترك انزل اعمل اشتراك حالا وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وخلينا نبدأ في البداية كده، ايه هي الالوان المائية؟ الالوان المائية يعني الوسيط بتاعها المية، حاجة اللي بنستخدمها نقلب بها الالوان علشان نلون بيها هي المية. فكل الالوان اللي هنتكلم عليها النهاردة الوسيط بتاعها المية، على عكس الوان الزيت. الوان الزيت بنستخدم الوسيط بتاعها زيت كده، بنستخدمه علشان نفك بالالوان ونلون بيه. طيب الالوان المائية دي بتتكون من ايه؟ الالوان المائية ممكن نقول ان هي بتتكون من صبغة لون زائد مصلب، حاجة عشان تخليها تنشف وتثبتها، زائد المية والوسيط اللي احنا بنستخدمه، مع اختلاف النسب بتاعت كل حاجة من دول. يعني التلات حاجات دول مع اختلاف النسب، يعني مثلا لو زودنا المية طلع لنا عيلة من الالوان، لو زودنا المصلب طلع لنا عيلة تانية من الالوان، لو زودنا الصبغة بتاعت اللون نفسها طلع لنا عيلة جديدة من الالوان. فاحنا عندنا تلات عائلات. اول عيلة اللي احنا بنزود فيها المية دي عيلة الاكواريل، الوان الاكواريل، الوان بتتميز ان المية فيها كتير وشكلها بيكون على شكل تابس زي ما انتم شايفين كده، ودي بتكون علبة كده وبتتميز ان هي سهلة ان انت تتحرك بيها وكده، لان هي علبة وتاخدها في اي مكان تفتح تشتغل على طول بالفرشة من الالوان نفسها، ولها رسومات خاصة بيها زي الرسومات البورتريه بالشكل ده، وزي رسومات الطبيعة زي ما انتم شايفين الستايل بتاعها لها ستايل خاص. اما بالنسبة للعيلة اللي احنا بنزود فيها الصبغة او الالوان، فدي عيلة الجواش، الوان الجواش، واللي منها الوان البوستر. والعيلة دي بتتميز ان الالوان فيها تقيلة جدا جدا، وهنعرف ايه الفرق بين البوستر والجواش في نهاية الفيديو. وطبعا الوان الجواش مشهورة من هي بتكون في كيوبس بالشكل ده، اما بالنسبة لالوان البوستر فبتكون مشهورة بالشكل اللي هي البرطمانات الصغيرة دي، اللي هي زي دي، دي الوان البوستر. اوكي، رسمة زي ديت كده الوان البوستر، وهي مشهورة بان هي بتكون على ورق ولوحات بسيطة كده، ومشهورة للمبتدئين ان هم يتدربوا فيها، وهنعرف السبب ليه كمان شوية. اما بالنسبة للعيلة اللي احنا بنزود فيها المصلب، المصلب فيها بيكون عالي جدا، فالوان بتبقى سميكة كده وبتستحمل يعني من الاخر، فالعيلة ديت بتكون الاكريليك، واللي بتتميز ان هي بتكون برضو في انابيب تيوبس زي ديت كده، ديت كده في منها الانابيب الصغيرة ديت، وفي منها الانابيب الكبيرة دي. طبعا انابيب كبيرة لان الاكريليك بنحتاج منه كميات كبيرة، لان في الغالب بنستخدمه في اللوحات الكبيرة والجداريات اللي على الحيطان الكبيرة، واللوحة اللي ورا ديت معمولة بالاكريليك. ليه عملوا الحاجات دي كلها وايه خصائص كل الوان ومميزاتها وامتى استخدمها؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. نبدأ بمقارنة بسيطة كده بين الالوان وبعضها. نبدأ بأول مقارنة بين الالوان ديت وهي الكثافة. ونتكلم عن الكثافة بنتكلم عن اللون ونسبة المية اللي موجودة فيه، او من الاخر يعني اللون ده شفاف ولا لا. تعالوا نجرب. لو جربنا اللون الازرق من الاكريليك زي ما انتم شايفين هنلاقي الورقة يعني مش باينة قوي، الورقة الطبقة اللي تحت اللون مش باينة قوي، فالكثافة بتاعته ايه؟ ممتازة. لو بدأنا نجرب الوان البوستر او الجواش هنلاقي الالوان تقيلة جدا جدا، والكثافة بتاعتها عالية عالية جدا جدا، ومفيش اي شفافية. ولو جينا نجرب الوان الاكواريل، نحط مية زيادة ونخلي درجة اللون بسيطة قوي، يبقى كده بنخلي الالوان زي ما انتم شايفين كده شفافة تماما. طيب بنقارن تاني حاجة بالنسبة للخصائص، ولما نتكلم عن خصائص كل لون يعني بنقول ان الخاصية ديت ممكن تبقى ميزة للون ده وعيب في نفس الوقت للون ده. فتجربة هنجربها علشان نكتشف خصائص كل لون. هنجيب فرشة فيها مية وهنبدأ نمشيها على الاكريليك بعد مرور دقيقة واللون نشف تماما. زي ما احنا قلنا المصلب في الاكريليك عالي جدا جدا، فلما بنحط مية خلاص اللون نشف تماما، مش هيغير في اي حاجة. طب تعالوا نجرب كده في الوان البوستر والجواش. هنمشي نفس الفرشة واللي فيها مية على الالوان، هنكتشف ان الالوان
بتبدأ تطلع من مكانها تاني. معنى كده ان اي رسمة من الرسومات اللي بالبوستر دي لو اجي عليها نقطة مية خلاص الرسمة اتدمرت، الرسمة باظ. فلذلك لازم نحافظ على الرسومات اللي هي بالبوستر دي، لازم نحافظ عليها تماما من ان اي مية تيجي عليها. على العكس تماما اللوحز اللي ورايا دي الوان الاكريليك لو حطينا عليها مية ورمينا على مية كده مش هيحصل لها اي حاجة، فلذلك بنستخدمها للوحات والجدريات والشغل الاحترافي من الاخر. اما بالنسبة للالوان الاكواريل فهي نفس البوستر برضو، هي اصلا بتكون من مية، لو مشينا عليها فرشة بمية برضو الالوان هتشتغل وهتتفاعل معاها وهيبدأ يحصل بينهم دمج. وبرضو السعر في الوان الاكريليك غالي جدا بالنسبة لو احنا هنعمل كميات كبيرة وهنحتاج انابيب كبيرة زي ديت وزي اللي ورايا ديت، فديت بتكون غالية شوية علشان طبعا بتستخدم رسم بروفيشنال مع الكميات الكبيرة، وان انت اصلا عشان توصل لدرجة غامقة من الازرق مثلا فبتحتاج اكتر من طبقة علشان خلاص تخليه لون كحلي تماما، فده بيستهلك كمية الوان اكتر. وطبعا زي ما احنا قلنا الاكريليك كل طبقة منفصلة على الطبقة اللي بعدها، فانت لما بتحط مثلا الارضية لونها ازرق بتحط فوقها لون اصفر بتلاقي اللون الاصفر بينضاف عادي وما بينتخلطش باللون الاكريليك اللي تحت منه اللي هو الازرق. على العكس تماما لو احنا بنجرب في الوان البوستر هنلاقي ان اللون اللي هو مثلا البرتقاني بيتخلط على اللون البني اللي قبل منه، اي لون بتضيفه بعد كده بيتخلط على اللون اللي تحت. فعلشان كده دايما بنخلي الوان البوستر للتدريب والبراكتيكال اكتر علشان تتدرب فيها براحتك، وفي نفس الوقت سعرها بيكون رخيص جدا وهي تعتبر ارخص انواع الالوان. واحنا طبعا عاملين كورس كامل هنا بحوالي اكتر من 10 رسومات، زي ما انتم شايفين الرسومات رسومات محترفين تماما. الكورس موجود على القناة هنا، اللي ما شافش الكورس ده فاته كتير جدا جدا، والشغل عالي جدا جدا بالوان البوستر. اما بالنسبة للاكريليك فبرضو عاملين كورس هنا كامل لالوان الاكريليك، هو مش كورس، هي سلسلة فيديوهات لتعليم الرسم بالاكريليك، اللي منها الرسمة ديت ماشي، واللي منها الرسمة دي ورايا برضو في كذا رسمة، وبرضو الرسومات ديت تقدر تعمل نفس النتيجة بتاعتها بالاكريليك، لان البوستر والاكريليك قريبين جدا جدا لبعض. على الفرق يعني ايه؟ ان ديت بتستحمل الماء لو جت عليها، ديت مش بتستحمل. وبرده ما ينفعش لو انت مبتدئ بتستخدم اكريليك علشان الالوان ممكن تنشف منك وانت ما تلحقش تخلص الرسمه بتاعتك، فلو الالوان نشفت الرسمه باظت. على عكس تماما في البوستر والجواش او حتى الوان الاكواريل، الباليتا لو نشفت والالوان نشفت لو جيت تحط عليها نقطه ميه الالوان بترجع تشتغل تاني وانت ما خسرتش حاجه. فعلشان كده لازم بناء على الخصائص بتاعت الالوان ديت لازم التوظيف بتاع الالوان يكون صح. قلنا الوان الاكريليك لازم توظيفها يكون في اللوحات والحاجات اللي هي يعني شغل احترافي من الاخر، وما ينفعش للمبتدئين عشان المبتدئين طبعا بيعكعكم ولسه بيجربوا الوان تيجي على الكم بتاع الهدوم او كده، الالوان مش هتطلع تماما من الهدوم، وياما بوظت هدوم بسبب الموضوع ده. اما بالنسبه للبوستر والجواش دي اللي بنرشحها دايما للمبتدئين، والجواش مشهوره اكتر للناس الاكاديميين لان هي بتكون متينه شويه وخامتها اعلى شويه من البوستر، ولكن انا برشح الوان البوستر علشان رخيصه كتير جدا وتقريبا الضعف عن الوان الجواش في الكميه. يعني لو جبت كميه بوستر وكميه جواش البوستر كميته هتكون ارخص الضعف، يعني تقريبا الالوان ال 12 لون في حدود 200 جنيه على عكس الجواش ممكن يكون في حدود 400 جنيه. اما بالنسبه لالوان الاكواريل فهي برضو لها شغل خاص، لها شغل بروفيشنال شويه ولها شغل للمبتدئين برضو للرسومات البسيطه ورسومات الورد والحاجات اللي زي دي. فلو انت بتحب الستايل الخاص ده روح جرب اكواريل، وطبعا بتحتاج ورق سميك شويه 300 جرام علشان يكون سميك والالوان ما تبوظش الورقه من الاخر تستحمل الميه اللي عليها. فالخصائص هنا ليها مميزات كتير جدا لو انت مبتدئ، وهنا خصائص ومميزات كتير جدا في الاكريليك لو انت محترف. فانصحك ان انت تخلص كورس الالوان اللي زي ده، الخطوه اللي بعد كده اللي انت تنتقل لسلسله الرسم بالاكريليك، ودي سلسلة انا حاططها وحاطط لك فيها كل الرسومات اللي بالاكريليك علشان تبدأ تجرب فيها وتجيب الوان الاكريليك اللي هي البسيطة ديت 24 لون، يعني في كمان علبة زي ديت فيها الالوان الاكريليك الصغيرة ديت وسعرها برضو بيكون مناسب. ولو انت خلصت الالوان ديت الالوان الاساسية برضو بتتنقل للخطوة الاعلى اللي هي بتستخدم فيها الانابيب الكبيرة اللي زي دي،
تجيب انابيب كبيره كده للالوان الاساسيه زي اللي انا جايبها الاصفر والاحمر والازرق اللي ورا دول، لان دول اكتر الوان بتستهلك فبيخلصوا من العلب اللي هي الصغيره دي او الانابيب الصغيره دي. تعالوا بقى لاخر جزء في الفيديو النهارده واللي هنقارن فيه الوان البوستر والوان الجواش. قلنا الوان الجواش دي العيله الكبيره واللي من نفس العيله بتاعتها الوان البوستر. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق يا سيدي ان خامه الجواش اعلى شويه، فلذلك الاكاديميين واللي بيدرسوا في كليات الفنون الجميله دول اللي بيستخدموها اكتر، بس هي نفس التكنيكال بتاع الوان البوستر، يعني نفس الرسمه بنفس النتيجه ممكن تطلع من نفس الالوان، بس في ملحوظات بسيطه. اول ملحوظه بسيطه معانا ان الوان البوستر بعد ما بتنشف بتفتح شويه، يعني اللون بيكون ازرق غامق قوي هنا بعد ما بنشف بيكون فاتح شويه، يعني زي ما انتم شايفين الالوان بتفتح شويه، لكن انا شايفها برضو يعني هي كويسه جدا جدا حتى لو هي فتحت شويه. الوان الجواش بعد ما بتنشف بتغمق اكتر فبتكون تقيله اكتر، فرق بسيط جدا جدا محدش يحسه. يعني لما بنيجي بعد كده نستخدم ميه او نقطه ميه تيجي على الالوان، الجواش ماسك نفسه شويه، مش معناه ان هو ما بيتخلطش على الميه او اي طبقه فوقه بعد كده، لا هو بيتخلط تماما والميه برضو بتاثر فيه، ولكن هو ماسك نفسه شويه عن البوستر. البوستر لو اي نقطه ميه بتبهدل الدنيا، بتبهدل الدنيا حرفيا. برضو نروح للمقارنه اللي بعد كده وهي السعر. السعر في الجواش اعلى شويه تقريبا الضعف، ممكن يكون متقارب برضو شويه في لو انت هتجيب خامه عاليه، ولكن مع الاستخدام وان انت بتحب تجرب بتعكعك كتير فارشح لك البوستر. لو انت في التعليم الاكاديمي وعايز تعمل رسمه بروفيشنال وكويسه خليك في الوان الجواش. بس دي كانت الفرق بين الوان البوستر والوان الجواش. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والفيديو يكون مفيد. اعمل شير للفيديو مع اصدقائك اللي نفسهم يعرفوا الفرق بين الالوان وما بيعرفوش يفرقوا بينهم، واعمل لايك وسبسكرايب واعمل لنا كومنت واسال لنا اي سؤال انت محتاجه تحت. وبس احب اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا فنانين.